مبدئيا وقبل اي حاجه عايز اسمع احلى سلام وتحيه للناس اللي كانت فاهمه ان بمجرد وصول رونالدو كومان للفريق كل حاجه هتتغير وبرشلونه هترجع تلعب تيكي تاكا، وحتى لو ما لعبناش تيكي تاكا هنلعب كره قدم متحفزه جميله كده. وعايز اقول لك حاجه، انسى قلت لك من اول السنه، لو الفرقه دي ما اتغيرتش وترمت في اقرب صندوق زباله مش هتلاقي اي حاجه. الفكره مش فكره مدرب، انت لو جبت اعظم مدرب درب كوره في العالم كله من بدايه عصر كره القدم لحد دلوقتي وشغلته مع فريق برشلونه الجيل الحالي، الراجل حرفيا هيسيب لك الفرقه بعد اسبوعين ثلاثه ويقول لك الناس دي صعب ان انت تشتغل معاها، صعب انك تدي دوافع للعيبه، الدوافع راحت من عندها، صعب انك تدي تحفيز لكابتن فريق بيعد وقت علشان خاطر الموسم يخلص ويتم بيعه. يا جماعه اول مباراه لميسي في الموسم قلت الراجل ده بيعد وقت علشان خاطر مستني الموسم يخلص، علشان عارف ان الفرقه دي صعب توصل لاي حاجه، صعب توصل لدوري، صعب توصل لدوري ابطال، صعب حتى تنافس على كاس اسبانيا. يا جماعه برشلونه ما عندوش حاجه خالص، برشلونه خط الدفاع مش موجود تماما. هتقولي تير شتيجن ونيتو وتير شتيجن بيلبس الفرقه الماتش اتلتيكو، تير شتيجن ايه يا ابني يا حبيبي، تير شتيجن هو اللي شايل خط الدفاع ده من 3 سنين، وميسي اللي شايل عجز خط النص من 3 سنين وكان بيشيل حكم خط الهجوم والهفاط احيانا. لما ميسي مش شغال وتير شتيجن مش شغال بالك قوي ان دي فريق ما فيش. الناس بقى هتركز معانا النهارده عشان خاطر ثنائيه رونالدو وبرشلونه بيسكتش من 2003 قدام بايرن ميونخ وسلسله صالات برشلونه في الكامب نو في دوري الابطال، رونالدو بيقدر ان هو يحطمها. المشكله بالنسبه لي مش ان يوفنتوس كسبني، المشكله بالنسبه لي ان يوفنتوس ده مع بيرلو الفريق اللي هو بيحضر للمستقبل والسنه دي بيخبطه خلاص يعمل عليا اداء ويكسبني 3 والله الرابع كمان يتلغي علشان خاطر الكوره كانت اوف سايد. ليه كل القرف ده؟ علشان خاطر مدرب بيجي النهارده يكتشف ان يوردي البا لعيب سيء وبيكتشف ان كليمو الانجليزي مساك على قده جدا. احتجت 10 ماتشات عشان تعرفها يا راجل، ده من اول تمرينتين ثلاثه بتعرف ان كليمو الانجليزي واراخو وكمان بيكيه ارميهم في اقرب زباله قدامك. يا جماعه قلنا برشلونه مشكله كلها في الخط الخلفي، المشكله في الخط الخلفي مش مشكله مدرب، مش مشكله واحد واقف على الخط، المشكله في الاربعه اللي ورا. جبت لي سيرجينيو ديست، ولد ممتاز جدا، عنده لياقه، ولد بيعرف يد الادوار الهجوميه والدفاعيه ممتازه، بس ده واحد وسط اربعه، الثلاثه الباقيين بقى وات ذا فاكينج شيت، يعني هينيلوا ايه بقى جوه الملعب؟ مفيش اي حاجه. قلنا بوسكيتس ساعها تمام لما شفنا فرانكي ديونج وميرل بيانيتش قلنا الحمد لله فينك يا بوسكيتس، يعني عرفنا ان بوسكيتس لا ولا يوم من ايامك بصراحه. حته فرانكي ديونج لحد دلوقتي هو راجل لسه ما بيتطورش، زيه زي بالظبط دي ليخت في يوفنتوس، زيه زي اللعيبه اللي خرجت من اياكس برضه ما بيتطوروش. يعني ناس كتير قوي كانت بتقول لك دي ليخت وديونج بعد سنه او اتنين هيكسروا الدنيا، والله واقفين محلهم. هو اللي عامل اداء كويس نوعا ما حكيم زياش، انما الاثنين دول واقفين مكانهم ما بيعملوش اي حاجه. ففكره ان احنا دي ليخت وديونج هيكسر الدنيا وهو ما يجي يلعب مكان بوسكيتس، لا محتاج وقت. حته ترينكاو بيتدلع وترينكاو محتاج وقت، هو بيدري اللي كل شويه عمالين يوديه شمال ويوديه يمين، وعلى كده العب صانع العاب، لا اطلع العب مهاجم. وقلنا 7000 مره انطوان جريزمان مش قماشتك، مش قماشه برشلونه، بنقولها كذا مره وكل مباراه كبيره نكتشف والله المشكله في جريزمان. طب قلنا برضو مشينا سواريز ليه؟ عشان ما عندناش ام فيرود. قلتوا ما عندنا بريسوايت ايه؟ ده يتحاكم عليه بارتيمو بتهمه الغباء ان انت تجيب لاعب زي ده برشلونه، بس قلنا عادي كل ده بيحصل. هتقول لي ما هي مباراه وحطت وملهاش اي 60 طلب يا اسطى، وعلى فكره لولا الجون الثالث اللي هي غلطه من كريم والنجيري اللي هي جت فيه بالصدفه دي ما كناش هنتغلب. طب وكمان ضربه الجزاء الاولى اللي هي من وحي خيال الحكم. طب بالنسبه للجون الثالث بتاع ويستون كيني، خط الدفاع بتاعنا راح ماسك رونالدو وسايب ارسور وسايب ويستون والراجل كوادرادو بيلعبها تشيب كده من فوق جوردي البا دخل الجول. انا مش الفكره بالنسبه لي ان انا واقف قدام كريستيانو رونالدو او سلسله انتصارات، انا الفكره بالنسبه لي ان منظرنا جوه الملعب عار. ماتش قادش برضه نفس الحوار، بيكسب لي ماتش فرقه تعبانه وبعد كده انا بلعب قدام فرقه نوعا ما متماسكه ببقى زي الزفت ومنظرها عار. يا جماعه الفرجه على برشلونه دلوقتي بقت متعبه نفسيا، انا حاسس ان انا هعمل زي الدكتور ممدوح نصر الله وهقعد العن سلاسل الجيل اللي علمني ان انا احب برشلونه واحب الكامب نو واحب الفرجه على الفريق ده. ميسي انا موضوع ميسي يا جماعه، ميسي من البدايه لازم يتم رحيله من برشلونه، ما ينفعش انك تجبر قائد الفريق بتاعك ان هو يكمل معاك غصب عنه وهو يطلع يقول لك ان انا
احكام في برشلونه عشان خاطر شوط جزائي، مستني منه ان هو يعمل اداء كويس. ناس كتير قوي كنت اعرفها كانت بتقول لي ميسي بمجرد الفريق ما يكسب ماتشين ثلاثه هتلاقي ميسي رجع يجيب حماس. طب مين اللي كسب الفريق ماتشين ثلاثه وميسي ملوش مزاج؟ شفت بقى المشكله فين؟ احنا ما عندناش فريق، المنظومه كلها حبيبي لازم تتنسب بالنووي ونعمل منظومه من اول وجديد، غير كده هنفضل نلف في نفس ام الدايره وهنغير لعيب من هنا، لا ايش لعيب من هنا. الفرقه كلها بعد مباراه بايرن ميونخ في لشبونه محتاجين كلهم يترموا بعيد ونجيب لعيبه عندها دوافز وعندها حوافز ان هي تعمل حاجه لنفسها وتعمل حاجه للنادي ده. لو كملنا بالجيل ده وقعدنا نعمل شويه ترقيعات مش نعمل اي حاجه. كل لعيب كان في لشبونه غير تيرشتجن وغير نوع ما فرانكي ديونج، لو احنا عايزين برضو نتمم المستقبل والكلام ده يا ريت نخلص منهم، انما غير كده وضع مأساوي جدا وصعب انك تتكلم في برشلونه على تكتيك او اي حاجه 4 2 3 1 4 3 3 نفس العكس، هو نفس المشاكل هي نفس الاستحواذ السلبي ابن 60 جزمه هو مفيش اي حاجه بتتغير غير حرق دم الناس كل مباراه عن مباراه. مش عايزك تعمل لايك ولا تعمل سبسكرايب، انا سايبك تعمل لو عجبك، لو ما عجبكش والله براحتك، القرف اللي احنا بنتفرج عليه كتير.